موزايكا فام الإذاعة الأولى في تونس. ما عندي نص ساعة من اللي سمعت اللي كورونا دخلت لتونس، لقاو حالة شبونس من إيطاليا جاي باتو عمره في الكارونتين وشاكين في 900 الكل وحطوا منهم 300 في الحجز. نحنا بيسك دي ستاجير في الرابطة وكل باش نشوفوا فماشي بافيت ونقصينا لي جيل انتيسيبتيك واللي بافيت البلو ذوك من النورمال ما يعملوا حتى شيء، لازمنا لي بافيت الاخرين البلان ماسك كامل ما عادي حتى شيء. كلمنا دارنا خذوا احتياطاتكم كان باش يعملوا حظر تجول يولي ويقضيوا الناس كل ديارهم، ما عادش فما خروج باش يسكروا الفاكيت. احنا باش نروحوا ما عادش قاعدين في تونس، احنا اكثر وحود معنا معارضين باش نضربوا بالفيروس. ردوا بالكم نحيوا التسليم بالبوس، كل اربع بوسات نحيوهم. هاو جاي من ايطاليا مشى يسلم على حبيبه وعلى الجزائر وعلى عائلته الكل، نحيوا التسليم بالبوس وكهو مترويتك الدزين والكيران و واحدة من الناس ما عادش ناخذوا المترو يا تاكسي مش لازم. يوفرون لي بافيت ويحاولوا يشكوا في اي واحد يحطوه في الحجز، مش يستناو هو يقول لهم معناها يجي وهزونا. بالنسبه لي انا ولا معظم المواطنين الكل مش متخوفين منها برشا، لانها ماهوش معناها تعديت علينا بعديد الحالات كيف هكا واكثر من هكا وخرجنا منها لاباس، خاطر تونس السباقه في الميادين هذه تاخذ معناها تاخذ احتياطاتها الكل. وزير الصحة متاعنا معناها قال الحقيقة، معناها دخلت حالة واحدة تصور. بالنسبة لي أنا حذرت، زدت وصيت الأولاد باش يغسلوا يديهم بالقدا باش يبعدوا على شخص يبدأ معناها عنده شبه حالة، يبعد على المستبرد وياكلوا بالقدا يشربوا بالقدا البرقدان جي دورانج وكاو، معناها ياخذ احتياطات وقائية فقط. والله ما شريتها واقية أنا بما أني معناها نتصور أن اللي يبدأ مريض يلبس الواقي توا لا فايدة، كان كلها باش تولي بالواقي واقي واقي معناها ما سيء تونس تولي كلها بالماسك. ما تخافوش وراهو كي ما تمشي لهاش انت هالفيروس هذا ما يجيكش. المسؤولين كيف كيف يلزمهم يكونوا خاصه نتاع وزاره الصحه ياخذوا بعين الاعتبار كي واحد يجيهم عنده سخانه في مستشفى ولا حاجه ياخذوه تري زيرجون يعتبروه معناها عباره كام تاع الريكاردياك ولا كام اللي كهذوك عنده شويه فيفر 39 38 اوب شوف حللو ما تخليش. هذه الاحتياطات احسن حاجه. تو جينا نسالوا على الجيل وعلى الماسك ما فما شيء، قال لك ما عندناش ان شاء الله غدوه. ربي معناش، انا خايفه على صغاري اكثر من خايفه على روحي بصراحه، سختو هو على الكبار ويقولوا للصغار المناعه اللي ما عندهم مناعتهم ضعيفه. وربي يسترنا وكا وش نقول لك اخر. اول حاجه مشيت نشري في الجيل ونسال على الماسك اول حاجه. والله نوجه لدولتنا ساعه قبل وزير الصحه اللي سامحني اللي جايين في الباتو ولا اللي جاوا قبل، سمعت عباد جايين من ايران وجايين من العراق، سامحني كيفاش يقولوا لهم برا فما عندي شكون يقول لهم برا روحوا برا مشيو خدموا رد بالك تطلع لكم سخانه اجاوني. سامحني عباد جايين من بلاد بقر البقره نتاع الفيروس يقولوا لهم روحوا، ومن بعد مش معقول يشوفوا ايران فرنسا ايطاليا نقول معلش اصلا ما قصوش للمطارات المواني، علاش ما قصوش كي برشا بلدان عملوا ما دام لي برودوي ما فماش شو نوصل لهم عندي ما نوصلهم كان ربي يحمينا وكا. مش ما تخافش مش حكايه كبيره، ثم برشا امراض اخرين ممكن تخطر على العباد اكثر من الكورونا، خطر على العباد اكثر من الكورونا. اول حاجه عملت طلبت الدار قلت لهم رد بكم على رواحكم ما تقربوش العباد، ما قالوا لي جيب لنا بافيت وجيب لنا الحكايات هذوك، معناها جلا وجلهم لهم هما. ما لقيتش في فارماسي معناها حتى غدوه قالوا غدوه ان شاء الله حاجه عاديه ما تخوفش نورمال.